بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بالطلبة الأعزاء في المحاضرة 12 من مقرر المصادر الأدبية واللغوية. يقدمها الدكتور أحمد جمال المرازيق من جامعة تبوك. وهذه المحاضرة تتحدث عن أهم المصادر اللغوية عند العرب. في المحاضرتين السابقتين تحدثنا عن المصادر الأدبية، أما الآن فسيتم الحديث بعون الله عن المصادر اللغوية عند العرب، مع الحديث عن مؤلفيها لكن بشكل سريع، لأنه المقصود المصادر وليس المؤلفين. وتتناول هذه المحاضرة المصادر وقيمتها العلمية بالنسبة للغة العربية ودارسي هذه اللغة، وتشير إلى أهم تشير هذه المحاضرة إلى أهم القضايا التي تتناولها هذه المصادر، خاصة أنها أي هذه المصادر ذات موضوعات جديدة في التأليف العربي مثل الخيل وغيره. تتلخص أهداف المحاضرة في 3 أهداف يمكن أن نجملها بما يلي: 1- أن يعرف الطالب أهم المصادر اللغوية عند العرب. ما هي أهم المصادر التي ألفت في اللغة عند العرب؟ أن يتعرف الطالب على القيمة العلمية التي تشتمل عليها هذه المصادر، ما هي القيمة العلمية؟ وثالثا أن يطلع الطالب على نماذج من المادة العلمية التي تحتويها هذه المصادر. أول مصدر من هذه المصادر هو كتاب الخيل لأبي عبيدة، مؤلفه أبو عبيدة معمر ابن المثنى التيمي، ولد سنة 110 وتوفي عام 211، ولد سنة 110، قال عنه ابن الأنباري: وكان أبو عبيدة أعلم الناس باللغة وأخبار العرب وأنسابها، وله في ذلك مصنفات. وقد أخذ أبو عبيدة علمه باللغة عن أبي عمرو ابن العلاء وأبي الخطاب الأخفش ويونس ابن حبيب وجماعة من ثقات العرب. يعني هؤلاء 3 هم أساتذة أبي عبيدة، كما روى عنه علي ابن المغيرة الأثرم وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو عثمان المازني وأبو حاتم السجستاني وغيرهم. كان موضوع الخيل من الموضوعات المحببة إلى علماء اللغة، فقد ألف فيه قبل أبي عبيدة أبو مالك عمرو بن كركبة والنضر بن شميل وابن هشام الكلبي وقطرب والأصمعي. ويرجع اهتمام العلماء بموضوع الخيل إلى ما وجدوه عند العرب من ثروة لغوية كبيرة، إذ كانت الخيل أكثر ما كان يعتز به العربي. بدأ أبو عبيدة كتابه بمقدمة تاريخية استعرض فيها طبعا أهمية الخيل في العصر الجاهلي بلا أدنى شك، لأن الخيل كان جدا 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 مهم في هذا العصر، كما هو أيضا في العصور التي ستأتي
العصر الإسلامي والعصر الأموي والعصر العباسي وفي الإسلام أيضا. وقد روى أحاديث نبوية تشير إلى أهمية الخيل، منها أنه روى عن عبد الله بن دينار مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه فرسه بثوبه وقال: إن جبريل بات يعاتبني الليلة في إذالة الخيل. واسترسل في ذكر الأحاديث، أي أبو عبيدة استرسل يعني أخذ يذكر أحاديث بشكل كبير حتى وصل إلى الشعر، فذكر نماذج من الشعر العربي قيلت في الخيل. وبعد ذلك قسم كتابه إلى موضوعات، فموضوع في وصف جميع أجزاء الفرس حتى أدقها أو أدقها، مشيرا بذلك إلى الألفاظ التي أطلقها العرب على كل جزء. فإذا فرغ من وصف أجزاء الفرس ذكر ما يكون من عيوب الخيل الخلقي وعيوبها الحادثة التي ليست من خلقتها، وما يستدل به على جودة الفرس وجودة خلقه. ثم ما يخالف فيه الذكر الأنثى وأسماء الخيل وما تستحب العرب من الخيل وألوان الخيل وأسماء الدوائر التي تكون من الخيل ومشي الخيل. ثم يخصص الجزء الأخير من الكتاب لنماذج من الشعر في الخيل، ويؤخذ على الكتاب أنه لم يفرد بابا للحديث عن خيل الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني خيل الرسول تستحق من الكاتب أن يكتب بابا خاصا عن خيل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الكاتب لم يذكر هذا ولم يأتي عليه، فعد هذا مأخذا عليه من المأخذ التي على الكتاب. نموذج من الكتاب، وإن أردت أن تنظر إلى جري فرس لتعتبر به جودته فلا تعتبرن بشيء من الجري إلا بأعلى تقريب وأدنى الحضر على ما وصفت، فإن سواهما من الجري يختلط على صاحبه ولا يستدل به أو ولا يستدل به على جودته، وذلك رفع عن التقريب، فاجتمع واحزأل وقصر عن الحضر فلم يضطر إلى قبيح خلقه وحسنه خلقه وحسنه، فتلك حال تحسن فيها كل فرس. قال المرار العدوي: صفة الثعلب أدنى جريه، وهو إن ركض فيعفور أشر. وقال امرؤ القيس: له أي طلا ظبي وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي. ثانيا كتاب النوادر، مؤلفه أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري الخزرجي، من الأوائل الذين أخذوا اللغة مباشرة عن العرب الفصحاء، أخذ معارفه اللغوية بالإضافة إلى الثقات من العرب الفصحاء عن أبي عمرو بن العلاء وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي حاتم السجستاني وأبي الخطاب الأخفش وغيرهم. وقد أورد ابن النديم صاحب الفهرست، طبعا كتاب له الفهرست سماه الفهرست ومؤلفه ابن النديم، أورد في هذا الكتاب الكتب التي ألفها أبو زيد، وجلها يتصل بجمع اللغة في كتب مفردة، وكل منها يتناول موضوعا معينا. ومثال ذلك كتاب الإبل والشاء، كتاب المطر، كتاب خلق الإنسان، كتاب النبات والشجر،
كتاب الغريب، كتاب الهمز، وكتاب النوادر. أما الكتاب الذي نحن بصدده وهو كتاب النوادر فينقسم إلى 15 بابا، بعضها في الشعر وبعضها في الرجز وبعضها في النوادر. فالباب الأول والثالث والحادي عشر في الشعر، والباب الثاني والرابع والخامس والسابع والتاسع والثاني عشر والرابع عشر في الرجز، وسائر الأبواب بعد ذلك في النوادر. وتفسير هذا التقسيم أن أبا زيد كان يملي كتابه على شكل حلقات، كل حلقة من الشعر أو غيره كانت ضمن موضوع واحد، وكانت طريقته في عرض المادة أن يأتي بالأبيات منسوبة لأصحابها، ويذكر العصر الذي عاشوا فيه، ثم يشرع بشرح غريب الشعر، وقد يأتي بأكثر من رواية لبعض الألفاظ، وتكتنف الشروح اللغوية شروح نحوية واستشهاد بالقرآن والحديث والشعر. أما في أبواب النوادر فهو يأتي بالألفاظ الغريبة المختلفة تباعا، يعني وراء بعضها البعض، ويشرح معنى كل لفظ ويذكر مشتقاته، وفي بعض الأحيان يستشهد بالشعر. نموذج من الكتاب، يقال: رحت بني فلان أروحهم رواحا إذا رحت إليهم، أو رحت من عندهم. قال أبو حاتم والمازني: أو رحت عندهم. ويقال: جعل القوم حبولهم على غواربهم. الحبول واحدها حبل وهي الأرسال، والغوارب واحدها غارب وهي أعالي كل شيء. ويقال: ما سقاني فلان من سويد قطرة وهو الماء ويدعى الأسود. قال الشاعر: ألا إنني سقيت أسود حالكا، ألا بجلي من الشراب الأبجل. كتاب الخصائص لابن جني، الكتاب الثالث، كتاب الخصائص لابن جني. ابن جني هو الفتح ابن عثمان ابن جني، ولد في الموصل وتوفي عام 392. أبو علي الفارسي أشهر أساتذته، إذ صاحبه 40 عاما، ولما توفي أخذ مكانته. وقد اجتمع ابن جني بالمتنبي في حضرة سيف الدولة الحمداني. قام ياقوت الحموي بإحصاء كتب ابن جني فوجدها 49 كتابا، منها سر الصناعة، تفسير ديوان المتنبي، تفسير معاني ديوان المتنبي، اللمع في العربية، كتاب الألفاظ المهموز، التهذيب، التلقين في النحو، الخصائص. ومن عنوان الكتاب الخصائص نشعر أنه يبحث في خصائص اللغة العربية، وإن اشتمل على مباحث تتصل باللغة العربية بصفة عامة، مثل البحث في الفرق بين الكلام والقول، والبحث في أصل اللغة، وباقي الأبحاث اختصت باللغة العربية، فلسفتها ومشكلاتها. وقد نص المؤلف على أن الهدف من تأليف الكتاب ليس البحث في المشكلات اللغوية الجزئية، ولكنه البحث في مشكلاتها الكلية، أي فلسفتها. فهو يقول: إذ ليس غرضنا فيه الرفع والنصب والجر والجزم، لأن هذا أمر قد فرغ في أكثر الكتب المصنفة فيه منه، وإنما هذا الكتاب مبني على إثارة المعاني وتقرير حال الأوضاع والمبادئ
وكيف صارت أحكامها في الأحناء والحواشي. وفي الكتاب وفي هذا الكتاب يرى ابن جني أن عالم اللغة يجب أن يناقش المشكلات اللغوية الجوهرية حتى يصل به إلى بها إلى حد الوضوح والإقناع، لأن هذا أساس مبحث كل مبحث أدبي وفلسفي. نموذج من الكتاب: فإن قلت ضرب يحيى بشرى فلا تجد هناك إعرابا فاضلا، وكذلك نحوه قيل إذا اتفق ما هذا سبيله، مما يخفى في اللفظ حاله، وألزم الكلام من تقديم الفاعل وتأخير المفعول وما يقوم مقام بيان الإعراب. فإن كانت هناك دلالة أخرى من قبل المعنى وقع التصرف فيه بالتقديم والتأخير، نحو أكل يحيى الكمثرى، لك أن تقدم وأن تؤخر كيف شئت، وكذلك ضربت هذا هذه، وكلم هذه هذا، وكذلك إن وضح الغرض بالتثنية أو الجمع جاز لك التصرف، نحو قولك أكرم اليحييان البشريين وضرب البشريين اليحيون، وكذلك لو أومأت إلى رجل وفرس فقلت كلم هذا هذا فلم يجبه لجعلت الفاعل والمفعول أيهما شئت. لأن في حال بيانا في الحال بيانا لما تعني، وكذلك قولك ولدت هذه هذه من حيث كانت حال الأم مع البنت معروفة غير منكورة، وكذلك إن ألحقت الكلام ضربا من الأتباع جاز لك التصرف لما تعقب من البيان، نحو ضرب يحيى نفسه بشرى، أو كلم بشرى العاقل معلى، أو كلم هذا وزيدا يحيى، ومن أجاز قام وزيد عمر لم يجز في نحو كلم هذا وزيد يحيى، وهو يريد كلم هذا يحيى وزيد كما يجيز ضرب زيدا وعمر جعفر. أسئلة تقييمية: انسب الكتب التالية إلى أصحابها: الخصائص، الخيل، النوادر. 2. بما يبحث كتاب الخصائص؟ 3. سمي 4 من الذين ألفوا في موضوع الخيل. 4. ما الهدف الذي ألف بسببه أو له كتاب الخصائص؟ آخر ما في المحاضرة هو نشاط، وهو أن يعود الطالب إلى كتاب مناهج التأليف عند العرب للدكتور عز الدين إسماعيل، وأن يستوفي ما لم يذكر من الكتب القديمة الخاصة في موضوع المحاضرة هذه، وهي مصادر اللغة عند العرب. بهذا نكون استكملنا المحاضرة 12، ونلتقي في المحاضرة القادمة على خير ويسر إن شاء الله، ونتمنى لكم المعلومة الجمة والفائدة الكبيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.